وضعيته في وسط الترتيب مريحة حين مازال مراهن جدي على أحد مراكز الصعود لمرحلة التتويج. مرتبة خامسة برصيد 17 نقطة جمعهم بواقع 4 انتصارات 5 تعادلات وزوز هزائم، هذا من دون نسيان وأنه هجوم القيروان يعتبر من أقوى الخطوط الهجومية في المجموعة. المنافس النادي الرياضي الشابي يعتبر في وضع لا يحسد عليه بمركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط وعدد هزائم بلغ 7 هزائم، 2 منهم التالية في آخر زوج جولات. مقابلة هامة ومن المؤكد أن الدعم الجماهيري باش يعطي دفع معنوي للفريقين من أجل كسب الرهان وكسب النقاط الثلاثة، خاصة أصحاب الأرض اللي يطمحوا لمواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب خطوة أخرى من مرحلة التتويج، في حين الضيوف يبقى هدفهم الأول ضمان البقاء ضمن فرق النخبة. كما كنت تتابع هذا تقرير مفصل عن تحضيرات الفريقين، صاحب المرتبة الخامسة النادي الرياضي القيرواني اللي عنده 17 نقطة يلعب مع صاحب المركز الثامن اللي عنده 9 نقاط بفارق 8 نقاط، مباراة مهمة ومن فئة 6 نقاط. إذا كان النادي الرياضي القيرواني يفوز يبقى يلعب على مرحلة التتويج. بنشاهدوا الترتيب الخاص بالمجموعة الثالثة من بطولة نسمة سوبر ليغا، وأمامكم في الطليعة الأمل الرياضي بالساحلين 23 نقطة، إفسي المسعدين بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، المركز الثالث للأهلي الساحلي ب 19 نقطة، المستقبل الرياضي بالوردانين 18 نقطة، النادي الرياضي القيرواني بفارق نقطة 17، النجم الأحمر بسوسة 13 نقطة، وفي المركز السابع النجم الرياضي الخنيسي ب 12 نقطة، المركز الثامن للنادي الرياضي الشابي 9 نقاط، والمركز الأخير لروسبين المنستير برصيد 4 نقاط. كان هذا الترتيب الخاص بالمجموعة الثالثة قبل مباراة اليوم. باش نشاهدوا التصريحات الخاصة بما قبل المباراة ومن بعد نمشيو لزميلنا مكرم الباجي للتعليق على مجريات المباراة. كنا بتحضيرات تحت تحضيراتنا العادية، الماتش هذا حشنا به تريز امبورتون بعد القرارات الأخرانية اللي أربعة يترشحوا بلي أوف، محاضرين وان شاء الله ربي يكون معنا، ان شاء الله الملاعبيه تطبق في وسط التيرا. نلعبوا لازم حاله البلاي اوف وسيرتو ولاو اربعه تو يترشحوا، ونحن اليوم نحب نوقفوا بالذات، عملنا برشا ماتشات عملنا برشا نيول، نحب اليوم نرجع نحب الحكايه هذيك تاخف، ان شاء الله اليوم باش نرجعوا في الربح وان شاء الله بقدره ربي مربوح. عندنا تو احنا المده الاخرانيه سلسله نتائج مش ماشيه معنا، اليوم ان شاء الله باش نوقفوا السلسله هذه ونرجعوا في الكورسه، وان شاء الله اليوم بحول الله اليوم الربح. اليوم يزن 3 نقاط ان شاء الله. جايين لهنا القروان باش نحاولوا ننتصروا على الفريق المحلي، مع وضعيتنا معروفه يعني نحبوا نتفداو ان شاء الله النزول، ان شاء الله مربوحه اليوم في القروان، وان شاء الله يعني تشوفوا مباراه كبيره في رياضه الميني فوت يعني. بيع اليوم تحضيرات خاصه بحكم احنا جمعيتنا تمر معناها كما نقولوا بوضعيه صعيبه شويه، ان شاء الله باش تفداو النتيجه فيا بالمباراه فيا، وان شاء الله باش تكون تاكيد بالفوز وتحسين المردود الجماعي بتاعنا بالطبيعه في الترتيب ونمنعوا ونبقاو في الرابطه الاولى. كان هذه تصريحات ما قبل المباراة اللي باش تجمع بعد شوية النادي الرياضي القيرواني والنادي الرياضي الشابي في إطار الجولة 13 من بطولة نسمة سوبر ليج. ثلاثة مباريات كانوا تلعبوا، اف سي الرفراف والوفاق الرياضي بعوج 2-2، الملعب الرياضي بشراردة والاتحاد الرياضي بالساحل يفوز 4-2. مباراة أخرى النادي الهواري لكرة القدم المصغرة كان انتصر على الأولمبي الرياضي تميمي 2-1، ومباشرة إلى الزميل مكرم الباجي للتعليق على المباراة. شكرا لك احمد الفريقي، حبايب رياض على قناه نسمه وايضا على www.nismasport.com. اهلا وسهلا بكم في العشويه الرياضيه، مباريات كره القدم المصغره ديما حاضره على قناه العائله، واليوم ختامها مسك بعد مباراه رفراف وعوجه، ايضا مباراه قويه البارح بين ريد وولف والمواني البحريه، اليوم قلت ختامها مسك بين النادي الرياضي القيرواني والنادي الرياضي الشابي. تشكيله الفريقين، النادي الرياضي القيرواني امير الذوادي حارس مرمى رقم 12، 2 سيف الجيزاني، 4 اسكندر اللومي، 5 سيف الهمادي، 6 ياسين دحلب، 7 سيف الغربي، 9 حمدي القذامي، 11 محمد اللجمي، 13 معاذ القاسمي، 14 عبد الباسط العيساوي، 15 حلمي بالحاج، 17 ماهر الحمزاوي، وطيب دعدوشه حارس مرمى الثاني رقم 16 ويدرب الفريق، مال الحمزاوي هو لاعب ومدرب في نفس الوقت.
بالنسبه للنادي الرياضي الشابي، حسن بن فاطمه حارس مرمى رقم 1، 14 رؤوف بن فاطمه، 9 يونس بن سالم، 6 شرف الدين الشريف، 5 علاء الدين بوحجر، 7 علي لشقر، 12 ايمن مبارك، 8 مخلص حديوش، 10 رياض بن احمد، 3 سفيان الاسود، 2 حموده بالعايبه، 14 نلقاو رقم 14 قلت نزار غزيل، 15 ايمن الشمك، 11 علي غرسله، ويدرب الفريق جوهر شعبان. طاقم التحكيم حكم اول الهادي الاسود، حكم ثاني وسيم قعلول، حكم ثالث او حكمه ثالثه العنصر النسائي حاضر على مستوى التحكيم الحكمه ايمه اميمه الجلاسي، ويراقب المباراه فرج ادريد. اذا هذه ورقه المباراه كامله في انتظار بطبيعه لغه الاقدام بين الفريقين. مباراه نذكر الساده المشاهدين حساب الجوله 13 دونك للمجموعه الثالثه، مباراة من الجولة 13 لحساب المجموعة الثالثة. نعطيكم فكرة على ترتيب الفريقين قبل انطلاقة المباراة. بالنسبة للنادي الرياضي القيرواني في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، في حين النادي الرياضي الشابي في المرتبة قبل الأخيرة برصيد 6 نقاط. يعني الأهداف متباينة، النادي الرياضي الشابي من أجل ضمان البقاء في قسم الكبار، خليني نقول بطولة نسمة سوبر ليج، البقاء ضمن الكبار، في حين النادي الرياضي القيرواني من اجل ثم النهائي البطوله، بما انه الفريق الموسم اللي تعدى لعب من اجل تفادي نزول وضربه البدايه. اذا البدايات بالنسبه لفريق النادي الرياضي الشابي، اذا كره لمحمد اللجمي والحكم يعطي مخالفه، تنفيذ المخالفه هذه تمشي لشرف الدين الشريف مقطوعة مرة أخرى. ثلاثين ثانية لعب مباراة بين النادي الرياضي الشابي والنادي الرياضي القيرواني، والحكم يعطي مخالفة. الهادي الأسود يعلن على مخالفة. إذا في انتظار التنفيذ من ياسين دحلاب رقم 6، الاخضر الفاتح البيستاش بتبيع هذه القيروان، في حين الشابه بالاسود وايضا الاخضر الداكن، مش هكاك تاخذوا فكره على مستوى الاقمشه تاع زوسفيرا. كوره للنادي الرياضي الشابي، يونس بن سالم يلعب مع شرف الدين الشريف، الحارس حسام بن فاطمه، لمسة واحدة مقطوعة من أبناء النادي الرياضي القيرواني، كرة للحارس أمير الذوادي أمامنا على الصورة رقم 12، يلا مع عبد الباس العيساوي، طويلة على التغطية من الدفاع وتمشي ركلة مرمى، حاب يخلط عليها سيف الدين الغربي، لكن الكوفرتور من حمودة بالعايبة كانت ممتازة، تلعب الكرة توصل للنادي الرياضي الشابي يونس بن سالم، لكنها مقطوعة عبد الباس العيساوي عكس هجمة. التصويب أول تصويبة في المباراة عبد الباس العيساوي رقم 14 في زوج دقائق لعب. كرة نادي الرياضي الشابي، الضغط من أبناء القيروان لكنها تمشي تماس لنادي الرياضي الشابي. يونس بن سالم مرة أولى عنده كرة، يحاول يرفع كرة بالحارس، مازال اختار النادي الرياضي الشابي، والحكم يعطي مخالفه ضد شرف الدين الشريف رقم 6. عمليه رفع ساق حسب الحكم وسيم قعلول. هذه كره عند محمد اللجمي يربح تماس بعد التدخل من شرف الدين الشريف. كره دائما لمحمد اللجمي رقم 11 امامنا على الصوره. أو رقم 7 يفقد الكرة سيف الدين الغربي، تمشي للنادي الرياضي الشابي حسب وسيم قالور في التنفيذ حمودة بالعايبة، التدخل مرة أخرى من الدفاع، كرات مقطوعة من هذا الجانب وذاك، مازلنا ما لناش فرص تذكر في المباراة. التنفيذ مقطوعة من الدفاع مرة أخرى، يعني كرة خرجت في عديد المناسبات للتماس من هذا الجانب وذاك.
التنفيذ إذن من ياسين دحلام، مقطوع الكرة من أبناء الشابة يونس بن سالم، بدوره يقتحل ياسين دحلام من جديد، عود تماس من حمدي القذامي، شهيرة حمدون رقم 9، عود تماس تمشي للجهة المقابلة المرة هذه في 3 دقائق لعب ونصف. قلت يحتل المرتبة الخامسة برسي 17 نقطة النادي القيرواني، منقوص من اللقاء، فاز في 4 مباريات، تعادل في 5 لقاءات وخسر في مناسبة وحيدة، سجل 34 هدف وهو أحسن خط نجوم صحبة المستقبل هذه بالوردانيين، في حين قبل دفاعه 27 هدف. هذا تعريف للباركور نتاع النادي الذي القيرواني في الموسم. تنحكيه على الشابه بعد لحظات، يونس بن سالم ممتاز يرجع للخلف، فنيات كبيره لمهاجم النادي الذي الشابي، كره لشرف الدين الشريف، يقلب رياض بن احمد للحارس، حلو المراوغ حسن بن فاطمه، لمسه واحده يقدم كورتو سفيان الاسود، هذا تصويب وتدخل، حاب يصوب رياض بن احمد لكن التدخل ممتاز، مخالفة يعطيها الحكم بالفعل. حمودة بالعايبة رقم 2 على الكرة، مخالفة تبعد حوالي 8 و9 أمتار على الكاج، مكان مويتي برشا للتسجيل، لكن هل ستكون ثنائية أم لا؟ ننتظر التنفيذ، بدينا نقرب من أول 5 دقائق من المباراة. حمودة بالعايبة يصوب كرة لكنها عالية على المرمى، كانت قوية بكل بي لكنها ما كانتش مأترة. إذا أمير الذوادي في عاد الكرة للعب بعيدة، أمير الذوادي ويحرس شباك نادي القيرواني، في حين المباراة اللي كنا بثيناها على قناة نسمة إذا ما خانتنيش الذاكرة منذ 3 أسابيع بين القيروان وأيضا النجم الأحمر بسوسة، الحارس اللي كان موجود وقتها رقم 1 صاحبي ذويبي، إذا غياب موجود القيروان، هذاك علاش أمير الذوادي، هذه كورة على الرواق، التصوير، التدخل من الدفاع ركنية، لا الحكم يقول ما لمستش، تصويبة محمد النجم يقول ما لمست في حتى مدافع. إذا كرة من الخلف للنادي الذي الشاب يونس بن سالم، يقلق برشا دفاع النادي الذي القيرواني، حلوة رياض بن أحمد وجه لوجه، التدخل ممتاز من الحارس أمير الذوادي، كان وجه لوجه رياض بن أحمد أمامنا على الصورة على رقم 10، مايسترو النادي الرياضي الشابي، شتوالة تنفيذ الركنية، التنفيذ مباشرة في دين أمير الذوادي، يلعب كرة بسرعة حلوة، محمد النجم يوجه لوجه، هو الحكم يعطي مخالفة، فعلا موجود الخطأ، ممتازة المراوغة من سيف الدين الغربي، موجودة المراوغة وموجودة العرقلة من الحارس حسن بن فاطمة قائد فريق النادي الرياضي الشابي، باش نكون امين في النقل التلفزي بالنسبه لابناء النادي الذي القيرواني، يطالبوا باقصاء، يقول لك اخر مدافع، في حين الحكم اشهر البطاقه صفراء. بالنسبه هي جات فرصه خلينا نوضحوها، اسكو ورقه حمراء ولا صفراء، قطع نظر على العمليه هذه، كره القدم المصغره راهي ماهيش كيما كره القدم 11 لاعب، هو في قانون كره القدم 11 لاعب وتنقح القانون، لازم يقول لك فريمون فرصه محققه، يعني وجه لوجه مع الشباك وقتها ورقه حمراء، بعليك انه تيران صغير كيما هكا وميني فوت، يعني وينجم الملاعب يخلط على المهاجم حتى بعد ما راوغ الحارس، هذاك علاش فريمون الورقه الحمراء ما تعطاها في ميني فوت الا ما ثم حاجه معناها فرصه اكثر من محققه، مش مازيدش نطول اكثر، اذا المخالفه في 7 دقائق لعب. التصويب سيكون محمد النجمي، يسعد للتنفيذ، محمد تضرب في الدفاع، قوية كرة محمد النجمي لكنها ضربت في الدفاع، تمشي كرة لأمير الذوادي 1، كرة للقيروان، التدخل مرة أخرى، للأمانة ثم بعض التدخلات. إذا نذكر بالإنذارات، حسن بن فاطمة تحصل على إنذار، ثم أمامنا رقم 6 شرف الدين شريف أيضا تحصل على إنذار. دونك زوز إنذارات في أقل من دقيقتين لأبناء الشابة. شارة سلامات للاعب النادي الرياضي القيرواني. حكيت على النادي الرياضي القيرواني، خلينا نستغل توقف اللاعب ونحكي على النادي الرياضي الشابي. يحتل المرتبة الثامنة برصيد 6 نقاط، فاز في لقاء، تعادل في 3 مباريات، سجل خط هجومه
25 هدف وقبل 30 هدف. ثاني أضعف خط هجوم في المجموعة بعد النجم الرياضي الخنيسي اللي سجل 20 هدف فقط. يعني أبناء الشاب يزم يخدموا أكثر على الهجوم بما أنه خط الهجوم وثاني أضعف خط هجوم. هذوما اللي هواة الأرقام والإحصائيات. إذا المخالفة من عبد الباسط العيساوي، مخالفة تقريبا 9 و10 أمتار على مرمى حسن بن فاطمة. كيف سيكون التنفيذ؟ سيف الدين الغربي صوب قوية من سيف الدين لكن ضربت في الدفاع تمشي تماس من الجهة المعاكسة. لعب التماس طويلة على الشكل الإنجليزية. فرصة سيف الدين الغربي حافظ على الكرة والدفاع حاضر، الدفاع موجود قوي، دفاع الشاب صلب، قلت دفاع ممتاز لكن لازم يخدم أكثر على الهجوم. عكس هجمة لأبناء الشاب لكنها تمشي لياسين دحلاب رقم 6 يلعب كرة حلوة المراوغة لكن التدخل الدفاعي. اسكندر اللومي خذا مكانه أيضا من أبناء ماهر الحمزاوي اللاعب الدولي بالطبيعة لكنه هو اللي يدرب اليوم. بالنسبة لنادي الرياضي الشابي تم تعيين المدرب جوهر شعبان في أواخر شهر فيفري على رأس الإطار الفني. الفريق في الكأس غادر منذ الدور 16 بعد ما خسر قدام اف سي مورنينغ 5-2. إذا نعاود نعطي صورة الفزيرة هنا. أبناء القيروان كانوا طالبوا ترك أفضلية اللاعب لكن الحكم يعطي خطأ للنادي الرياضي الشابي. الشاب هي كابو فادا التسمية الرومانية. 25,000 ساكن تمتد على مستوى 11 نكتار معروفة أيضا باسم رأس كبودية. مرت بها عدة حضارات الفينيقية البيزنطية الرومانية. هذوما اللي ما عرفوش الشابة يعني مدينة عريقة وشكون فينا ما يعرفش بطبيعة الشواطئ الشابة الممتازة قبلة السياح من تونس وخارجها. نعود للمباراة. عبد الباسط العيساوي في 10 دقائق لعب مرت لكن الفرص ما نحبش نقول معدومة لكن ما ريناش تسويبة يعني تصدي لحارس بصعوبة أو ضربة على العارضة أو على الخط النهائي للمرمى أو عملية منسقة. الزوز في رق وكأني في فترة جفس نبض مازالوا خايفين من بعضهم. مش هذا لعب القيروان، مش هذا لعب الشاب أيضا. ننتظروا أنه نسق يرتفع أكثر. إذا هذا الحكم الأول هادي الأسود ينبه على اللاعبين. روح رياضية بين عبد الباسط العيساوي وأيضا يونس بن سالم. يستأنف اللعب. كرة في منطقة الشابة، تدخل ممتاز من شرف الدين الشريف. كرة رياض بن أحمد يصوب لكن ديفي تضرب في الدفاع. التنفيذ من سفيان الأسود رقم 3 أمامنا على الصورة. مشكورين الزملاء في التصوير. هذه كرة لكنها بعيدة. قلت التسديدات ماهيش مركزة من هذا الجانب وذاك. وهذا جانب من الحضور. الجنس اللطيف، نساء، أطفال، شيوخ، كهول، صغار، يعني الناس كل حاضرة تتبع في الميني فوت. هذه كرة على البريسينغ، الضغط العالي من أبناء جوهر شعبان. والمخالفة. النادي الرياضي القيرواني تأسس في 5 أكتوبر 2016، يعني نادي عريق وعنده تاريخه في الميني فوت. الرئيس محمد الفتناسي، نائب الرئيس نوجه له تحية، غسان الكليني أيضا عاوننا مليح على مستوى ورقة المباراة. غازي المثلوثي يمين مال، وسيم البرهومي كاتب عام، علي بوخريس كاتب عام مساعد. هذه كرة التصويب، الحارس ثم القلب. حلوة ياسر التصويبة باليسار ويبدع حسن بن فاطمة. تألق وفسخ هدف. هذه كرة ممتازة التصويبة الرأسية من سيف الدين الغربي. قلت حسن بن فاطمة أبدع في الكرة هذه، تبع الكرة حتى للآخر، لمسها ثم ضربت على القائم محظوظ حسن لهنا. مشات تماس كرة نادي الرياضي الشابي مقطوعة من سيف الدين الغربي. ما يخلطش عليها سيف الدين الهمادي رقم 5. تمشي كرة تماس لأبناء الشابة على الخطأ. رفع ساق حسب وسيم أو حسب نادي الأسود. نادي هو الحكم الأول في حين وسيم قعلول حكم ثاني. تداول على التدريب النادي الرياضي القيرواني منذ تأسيسه 4 مدربين. سيرج خناطيهم حقهم ونذكروهم. بالنسبة لـ4 المدربين، عمار ثويبي، ياسين الذهبي، ماهر تندال، وماهر آخر اللي هو ماهر الحمزاوي.
هو اللي درف الفريق. هذه كرة كادي باغت الحارس لكنها فوق العارضة. عبد الباسط العيساوي يلعب كرة في التسليق العام ليلتحقوا بنا الآن التعادل أصفار بين أهل الدار والزوار بين نادي رياضي القيرواني ونادي رياضي الشابي. إذن التماس لأبناء الشابة. تلعب الكرة يونس بن سالم مباشرة في دين الحارس أمير الذوادي على تصويب رياض بن أحمد يقطعها ياسين دحلاب مباشرة للتماس. ممتازة الذود على الكرة من عبد الباسط العيساوي ياخذ كرته من جديد. حلوة التمريرة كرة لرقم تسعة حمدي القذامي. حمدون محافظ على الكرة. حمدون تظهر في حمودة بالعايبة. التماس دائما للشابة أمامنا رقم تسعة اسمه الشهرة حمدون حمدي القذامي. هذه كرة حمدي القذامي عنده كرة حلوة بالإكسيرير دو بي لكن الدفاع موجود. دفاع الشابة ويقف كما يجب في المباراة. الموسم الفارط البداية كانت صعبة بالنسبة لأبناء القيروان. الفريق لعب على تفادي النزول ثم بالنسبة لمرحلة البلاي أوت تحصل على المركز الثالث وبالتالي بتبيع ضمن البقاء نتاعو. الموسم اللي تعدى أبناء القيروان خرجوا من الكأس أمام تلابت منذ الأدوار الأولى والسنة منذ الدور الثاني ضد سبيتلا المستقبل اللي يعمل في مفاجآت كبيرة فريق من القسم الثاني. التصويب تظرف في الدفاع. قلت سبيتلا ترشح إلى الدور ربع النهائي والبارح كنت تابعت القرعة مباشرة على قناة نسمة في حصة ويكاند سبور. إذا يستأنف اللعب في حين كما ذكرت منذ لحظات فريق الشابة غادر منذ الدور 16 أمام مورنيك 5 أهداف مقابل هدفين. ومدينة الشابة للأمانة الموسم هذا يعني تعيش على زوز فرق قاعدين يتألقوا نادي رياضي الشابي في كرة القدم المصغرة وأيضا الهلال الرياضي بالشابة يلعب من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى في القسم الثاني. لكرة التدخل ممتاز من الحارس أمير الذوادي. الحكم يقول يعاد تنفيذ ركلة المرمى. يلزم الكرة واقفة على الأرض هذاك علاش ما يلزمهاش تتحرك عند التنفيذ. هذا هو السبب اللي خلى الحكم يؤمر بإعادة الكرة للعب. كرة ممتازة محمد النجمي يقطعها بامتياز على الدين بوحجر رقم خمسة اللي خذا مكانه منذ لحظات. هذه كرة للنادي الرياضي القيرواني. حمدون محمد النجمي يعمل مراوغة تهرب عليه الكرة لكن يرجع للخطأ. هادي الأسود واضحة إشارته خلى أفضلية اللعب ثم رجع للمخالفة اللي ارتكبت ضد محمد النجمي. إذا مشاهدينا الكرام أحباء رياض على قناة نسمة وأيضا تدخل www.nismasport.com ستسقيق لعب في هذا النقل المباشر لقمة مباراة الجولة 13 من المجموعة الثالثة. النادي القيرواني 0 النادي الرياضي الشابي 0. محمد النجمي يستعد التنفيذ. كورة كاد يسجل محمد بضعة سنتيمترات على القائم الأيمن للحارس حسن بن فاطمة. تهديد مباشر وسريح لمرمى الضيوف في الكرة هذه لكن الدقة البريسيزيون غابت على النجمي. رياض بن أحمد يساوب كرة هدف الدفاع عنده فرصة ثانية مازال اختر لكن الكرة عند حلوة المراوغة ممتازة والهدف يلعب النار لاعب النادي الرياضي القيرواني. على ما يبدو حمدي القذامي عمل مراوغة أولى شكرناه عمل مراوغة ثانية لعب النار الكرة في شباكه والهدف الأول. إذا بإمضاء رياض رقم 10 رياض بن أحمد فعلا أمن بالكرة هذه في 17 دقيقة لعب. رياض بن أحمد يسجل الضيوف على الخطأ واحد بليش للشابة. قلت الدفاع واقف مليح من نصف فرصة خليني نقول خطأ فردي تقريبا كوبي كونفورم مباراة الأمس بين ريد وولف والمواني. خطأ من الدفاع تباطأ في إعادة كرة اللعب يختفها المهاجم ويسجل نفس الكرة لنادي الرياضي القيرواني. يتدخل الدفاعي كادت تباغت بالبلادي فيه الكرة هذه. إذن تمشي كرة ياسين دحلاب تغيرت المعطيات والضيوف يتقدمون بهدف دون رد. الإمضاء رياض بن أحمد
هو على ما يبدو حمدون رقم 9 حب يعمل ديجاجمون، لكن ما تسيقوا رياض بن احمد تمشي في الزاويه المعاكسه لولاب امير الذوادي للامانه. هذه كره يرفع كره من الحارس كادي عدل غابت عليه الدقه مره اخرى. محمد النجمي هو اللي وراء اخذ الفرص ليبني القيروان. المره هذه حب يلوبي الكره من جارديا لوخت الكره، لكن اللوب نتاعو كانت عاليه على الزرقيه ممتازه من عيساوي، لكن تهرب عليه الكره تمشي تماس على التنفيذ. يعاد فعلا برافو سيدي الحكم يعطيك الصحه، لانه التنفيذ فعلا يلزم اليد وراء الرقبه، هذيك هي التماس الصحيحه. لهنا عدى يده قدام راسه، هذاك علاش متفطن الهادي الاسود. حتى طاقم التحكيم اذا يقوم حاجات يعني يزفر كوريكتومون بالطبيعه من واجبنا نشكروه، لانه طرف اللعبه اذا تضرب كوره في الحكم مثلا وتدخل يحتسب الهدف. اذا تمشي كوره لي حمدون حلوه لين دو ممتازه فنيات كبيره على التدخل ولا اروع من اسامه الاسود. فرصه الهدف، الهدف الثاني لابناء الشابه الامضاء رقم 9 يونس بن سالم. عرفوا اللي يحط كوره في 19 دقيقه لعب. يونس حكيت عليه قبل ما تبدا المباراه، قلت فنيات كبيره يقلق برشا دفاع القيروان. هاو يجاوبني سور تيرا يضيف الهدف الثاني. كرة ولو انه العمل للامانه ممتاز من اسامه الاسود، هز راسه شاف زميله على الرواق الايمن بلاش فلسيف، هذيك هي الميني فوت، عمل كونترول اوب يحطها في الزاويه المقابله. كرة تقريبا بين البار وبين الشبكه، يعني ممتاز يونس بن سالم. راهو الكره ساعات ما تطلبش الفرص وكل القوه في التصويب، عرف وين يترك الكره يضيف الهدف الثاني. اذا في نبريش للضيوف في نتيجة نوعا ما مفاجأة، بما أنه الترتيب متباعد، القيروان 17 نقطة يلعب من أجل البلاي أوف الثم النهائي، في حين النادي الرياضي الشابي 6 نقاط على المرتبة قبل الأخيرة، يعني في المجموعة الثالثة فسخ وعاود من جديد، الترتيب لا يعني شيئا بما أنه الأمور تغيرت. في نبريش قبل 5 دقائق، خلنا الآن في الموني تايم بالنسبة للفترة الأولى. الكرة لأبناء القيروان، كيف سيكون ردة فعل، كيف ستكون ردة فعل أبناء ماهر الحمزاوي؟ لأنه في مباراة النجم الأحمر بسوسة ماهر الحمزاوي قلت هو لاعب ومدرب في نفس الوقت، كي شاف الأمور ما مشاتش نزع القميص تاع المدرب وهبط وسجل في مباراة النجم الأحمر بسوسة. من الزانيكدوت نجم نعتبروها من الترائف من الفرقات. هل اليوم النتيجة مش ماشية ينحي جبة المدرب ويعرف تسجل هو؟ تنشوفوا ماهر الحمزاوي شو يعمل اليوم. على كل مخالفة للنادي الرياضي الشابي في 21 دقيقة لعب بالضبط، 4 دقائق عن نهاية الفترة الأولى. العلامة الكاملة للضيوف لأبناء الشابة، أبناء كابو فادا متميزين في الفترة الأولى، وفي المقابل مردود أقل ما يقال عنه، مردود شاحب لأبناء الديار، أبناء عاصمة الأغالبة القيروان. إذا مخالفة للنادي الرياضي الشابي تبعت حوالي 13-14 متر على الدين بوحجار، كان الهدف الثالث. التصويبة قوية من على الدين بوحجار، ما كانتش بعيدة برشا على الكاج نتاع أمير الذوادي. هذا ياسين دحلاب يضطر يرجع للخلف، الضغط كالعادة. شوفوا يونس بن سالم لهنا، شوفوا كاد يقطع كورة فوالا. صراحة هكا كيفاش تقول ميني فوت الناس الكل لازمها تتحرك، إذا تكون ستاتيك واقف على التيران ما تنجمش حتى تعطي السوليسيون لزميلك. يعني هجوم الشاب أو خليني نقول رقم 6 شريف شرف الدين وأيضا يونس بن سالم يعملوا في ضغط عالي يخليه في أبناء القيروان قاعدين يغلطوا في مناطقهم. وهذاك شنو اللي صار في الهدف الاول وايضا في الهدف الثاني. اذا المخالفه لابناء الشابه، علي الدين بوحجر رقم 5 هو اللي باش ينفذ المخالفه، تبع حوالي نصف متر على خط التماس طقس بارد في القيروان. هذه كوره على القائم، كوره على القائم مره اخرى من الشابه، كانت فرصه لاضافه الثالث. أبناء الشابة يكشرون على نيابهم في المباراة هذه، مباراة من الجولة 13. نذكر بالأهداف رياض بن أحمد في الدقيقة 17، ثم بعد دقيقتين يونس بن سالم أضاف الثاني. كرة سيف الدين يصوب تضرب في الدفاع، سيف الدين الغربي تمشي ركنية.
قبل دقيقتين بالضبط على نهايه الوقت القانوني. يرجع حمدون لتنفيذ الركنيه. يلعب الركنيه ورا النص، هدف تدين الفرق من ابناء ماهر الحمزاوي. الانذار سيف الدين الغربي، هدف عنده وزنه. اذن سيف الدين الغربي في الدقيقه 23 يتمكن من تذليل الفرق. نعطيه حق حمدون، الركنيه كانت محكمه التنفيذ في القائم الاول بلاش تفلسيف، يعني حطها في البريمي بوتو. هدف ممتاز لابناء النادي الرياضي القيرواني، تزيد تسخن المباراه اكيد في صالح المشاهدين اللي تابعونا في العشويه الرياضيه على قناه نسمة. مخالفه خطيره ايضا، والانذار الانذار الثالث في المباراه يتحصل عليه علي لاشقر رقم 7. تو زيد نثبت اكثر في الرقم لانه عاطيني بالظهر الملاعبي علي لاشقر املاه رقم 7. فعلا هاو يدور الملاعبي، كنت محق علي لاشقر رقم 7. اذا الانذارات حسن بن فاطمه، شرف الدين شريف، وعلي لاشقر، ثلاث انذارات في حين نظيفه من ابناء القيروان على المخالفه بعد لحظات. سيف الدين الغربي وايضا ياسين دحلان، فرصه لتعديل النتيجه على التنفيذ، شارك التنفيذ سيف الدين، التسديد على الخط النهائي للمرمى، ومخالفه جديده من نفس المكان تقريبا ونفس اللعب سيف الدين الغربي. اذا الحظ صراحه ما كانش مع القيروان، كان كوره قويه، التصويب من حمدي الكذابي على الخط النهائي للمرمى، يتألق مدافع الشابه. اذا فرصه قد تكون الاخيره، ما يمكن ابعد شويه 15 متر تقريبا على الكاش لحسن بن فاطمه. سيف الدين الغربي كالعاده وراء كل العمليات، سيف الدين نفذ كوره مباشره، هل لمست ام لا؟ فعلا نقول لمست في الحائط البشري. يمشي حمدون لتنفيذ الركنيه، التنفيذ والحارس ممتاز على طريقه حراس كره يد، على المسك من القميص موجود المسك، مطالبه بانذار، يطالب ابناء الشابة بانذار، كان ثم مسك من القميص للامانه. اذا الصوره تبدا واضحه، يعني زوج جماعات خيانة نقولوها العمليه ما عندنا حتى اشكال. قبيله قلنا تدخلات عنيفه من ابناء الشابة، الان يعني ثم مسك من القميص واضح من ياسين دحلاب في هجمه معاكسه. هذه كره تضرب الدفاع مره اخرى، تضرب السقف اللي حد الميدان، تمشي تماس. التنفيذ، كرة يقطعها شرف الدين الشريف، شو يقول الحكم؟ يؤمر بوسط اللعب، تجاوزنا الوقت القانوني بدقيقة. حمدون حمدي القذامي يرجع للخلف للحارس أمير الذوادي، طويلة كما جات. سيف الغربي هو ممتاز بشجاعة كبيرة. حسن بن فاطمة، كرة تخرج الأول، مراوغة موجود دحلاب، ياسين فرصة، هذه كرة اسكندر اللومي، دحلاب ما يتحكمش في الكرة، كانت فرصة لتعديل النتيجة لكنه إلى مونكيه سون كونترول، يعني الكونترول كان سيء. وأهم حاجة في كرة القدم هي ترويض الكرة، ثم من بعد نجمو نحكيو يعني شو باش تعمل بها. هذا نهاية الفترة الأولى، 2-1 للشابة. نذكركم بشريط الاهداف، افتتحها رياض بن احمد في الدقيقه 17، ضاعف النتيجه يونس بن سالم في الدقيقه 19، ثم سيف الدين الغربي في الدقيقه 23 ذلل الفارق للنادي الرياضي القيرواني. اكيد مباراه ستكون مشوقه خاصه في فترتها الثانيه. وانا ما بقى لي كان خلي كلمه لزميلي احمد الفريقي، ثم لكم موعد مع انطلاقه الفتره الثانيه. شكرا لك. اذا مكرا بالفعل انتهاء الفتره الاولى بتقدم النادي الرياضي الشابي بهدفين لهدف واحد. تفاصيل او شريط الاهداف كان اذا عن طريق رياض بن احمد في الدقيقه 17 من الشوط الاول، يونس بن سالم اضاف الهدف بعد دقيقتين في الدقيقه 19، وهدف تذليل الفارق كان عن طريق سيف الدين الغربي في الدقيقه 23 من الشوط الاول. كنت شفت المستوى الفني متقارب بين
من أصحاب المرتبة الثامنة النادي الرياضي الشابي اللي أنهى الفترة الأولى متقدم كما قلت بهدفين لهدف واحد، والنادي الرياضي القيرواني اللي يلعب من أجل مرحلة التتويج في المركز الخامس. عديد الأحداث الرياضية اللي تخص جماهير كرة القدم المصغرة في انتظارها. نبدأ ونحكيه على المباراة الودية اللي بتجمع المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويسري نهار 13 أفريل إن شاء الله، وكاميرا قناة نسمة إن شاء الله باش تكون حاضرة لتغطية هذه المباراة بكواليسها إن شاء الله. أيضا قرعة الدورة الربع النهائي والدورة النصف النهائي كنتوا تابعتوها البارح حصريا على نسمة لايف في برنامج نسمة ويكاند سبور. أكثر التفاصيل فيما يخص القرعة الخاصة بالدور الربع النهائي ونصف النهائي باش نواكبوها في نشراتنا الإخبارية إن شاء الله، ونحكيه أيضا على تطاوين والدورة الدولية اللي نظمها الجمعية الرياضية بتطاوين كرة القدم المصغرة بمشاركة عديد الفرق العربية كما الجزائر العراق وجمعية مطرش من تونس بدعوة من اللجنة التنظيم من جمعية تطاوين، إضافة إلى الفريق المنظم جمعية تطاوين لتنظم الدورة هذه بعد دورة ودية تخلي على الأقل الفرق تحافظ على النسق نتاعها فيما يخص كرة القدم المصغرة وقبل انطلاقة المباراة الودية إن شاء الله كما قلت مع 13 أفريل بين المنتخب التونسي والمنتخب السويسري. هذا كل معنا. نذكر لي أيضا قناة نسمة وموقع نسمة سبور باش يواكبوا أيضا البطولة العربية لكرة القدم المصغرة وبطولة إفريقيا وأيضا بطولة الأمم للقارات باي نسمة. فيما يخص مباريات اليوم 11 مباراة تتلعب اليوم بالتمام والكمال. نذكركم نهار اليوم إذا نادي الأمل التونسي يلعب مع المستقبل الرياضي بتبوربة، نادي كورنيش بنزرت مع جمعية رياضية بالقبعة، اف سي نابل مع قربة الرياضية، جمعية دار فضال سكرة تلعب مع نادي كرة القدم المصغرة بتونس، والأمل الرياضي بالعروسة مع جمعية بلدية المرسى، الجمعية الرياضية بقصر هلال يستقبل نادي المناجم بالمكنسي، والنور الرياضي بمسجد عيسى يلعب مع نادي الرياضي بسيدي بنور، سبورتينغ النحالة مع الاتحاد الرياضي بالحامة، والأمل الرياضي بجرسين مع نادي الرياضي بالمتلوي. كما لاحظتوا الأمل الرياضي بالقصرين والاتحاد الرياضي المستقبل الرياضي بسبيطلة. كاميرا نسمة كانت حاضرة في جميع الجهات الجمهورية من بنزرت البنغردي لمواكبة فعاليات بطولة نسمة سوبر ليج أو كأس تونس لكرة القدم المصغرة. هكا نعطيو حظ جميع الفرق في كرة القدم المصغرة باش نذكروا بالترتيب الخاص بالمجموعة هذه قبل المباراة. الأمل الرياضي بالسحلين في الطليعة برصيد 23 نقطة، يلي اف سي المسعدين أيضا بنفس الترتيب، والأهلي الساحلي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، المستقبل الرياضي بالوردانيين المركز الرابع 18 نقطة، والمركز الخامس للنادي الرياضي القيرواني حاليا قاعد تابعوا مباشرة على نسمة لايف وأيضا موقع نسمة سبور في النقل المباشر الخاص بمباراة النادي الرياضي القيرواني وضيفه النادي الرياضي الشابي. نكملوا مع ترتيب النجم الأحمر بسوسة اللي يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، فيما المرتبة السابعة للنجم الرياضي الخنيسي برصيد 12 نقطة، المركز الثامن لنادي الرياضي الشابي بتسعة نقاط، والمركز الأخير لروسبينا المنسير. ومباشرة إلى الزميل مكرم الباجي كما يعلق على مجريات الشوط الثاني. شكرا لك زميلي احمد الفريقي. اذا عدنا والعود احمد مع انطلاقه الفتره الثانيه بعد لحظات تركناها بتقدم ابناء الشابه 2-1 على ابناء القيروان. قلت فترة أولى ممتازة جدا للأمانة، مانيش نحكي على الخمسة دقائق الأولى لأنه فترة جاست نبض طوال شوية، لكن ثم بعد شفنا زوج فرق تحركوا ولا ثم بريسينغ ثم ضغط عالي ثم كرات ثم تسديدات عمليات ديزيون دو، يعني شفنا المباراة تحركت ولات حماسية، يعني التيمبو نتاع المباراة طلع شوية، هذاك علاش رينا 3 أهداف في الفترة الأولى. إذا الانطلاق ستكون فترة ثانية ننتظروا، ثم مسجل هدف الثاني عنده الكرة يونس بن سالم، مع العلم انه الريح في الفترة الثانية باش يكون لأبناء القيروان. هل العامل هذا باش يستغلوا مال الحمزاوي باش يخدم عليه ولا لا؟ ثم مدربين يبني سيل دو جو كامل
على مستوى الرياح والا على مستوى ارضيه الميدان؟ يعني هل باش يستغل مال حمزه والعامل هذا ام لا؟ اكيد الديسكور نتاعو كان حاد شويه مع اللاعبين بين الفترتين، ننتظروا حوار الاقدام لانه اون فان كونت والملاعبيه هما لي فري زاكتور سور تيران، يعني مهما كانت لي كونسيني تاع لي كوتش اكيد كل ملاعبي وشنو حاضر والا لا، ودرب بالكدا والا لا، يعني ولي كومبينيزون سور تيران. هذاك علاش قلت الملاعبيه هما عندهم الكلمه الاخيره. حلوه من حمدي القذامي يقطعها لغولات دو زيدان، شوفوا التالوناد عمل لغولات دو زيدان، ثم على ماتزير بالعقب ممتاز رياض بن احمد مقطوع الان. ياسين دحلاب عنده الكره يخليها محمد اللجمي، شوفوا سوء تفاهم بينه وبين محمد اللجمي، يخلي كرة دحلاب. اذا وسام الاسود يلعب كرة في ظهر الدفاع مقطوعه، سيف الدين الغربي كوفرتور ممتازه، يربح بذكاء كبير، يربح الخطا امام تقريبا زوز امتار على انظار الحكم وسيم قعلول. تمشي كرة ياسين دحلاب طويله بحظة مناطق الجزاء، فرصة وكأني يعني فخر الثواني وقف، ما فهمتش علاش رقم أربعة اسكندر اللومي يعني مشى بالكدا ثم في الخمسة أمتار الأخرى وقف كاريمون، هذاك علاش هربت عليه الكرة. موفي كالكول نجمو نعتبروه. تمشي كرة الرقم تسعة يوسف بن سالم، كاد يسجل أخطر عنصر في فريق نادي رادي الشابي، حل الزاوية فتح المرمى ثم صوب، لكن كورتو بضعة سنتيمترات على القائم الأيمن. هذه كورة تمشي للحارس حسن بن فاطمة، وكأني بمير حمزاوي غير الحارس. قلنا أمير الذوادي هو اللي بدأ رقم 12 أو رقم واحد عفوا، فعلا اللي دخل رقم 16 الطيب دعدوشة هو الحارس الثاني. هذه كرة مقطوعة بامتياز من علي الدين بوحجر، تمشي لنادي رادي القيرواني في زوج دقائق بالضبط اللي التحقوا بنا الآن في المتابعة على قناة نسمة وأيضا على موقعكم الرياضي www.nismasport.com. هذه كرة بالمناسبة خلينا نفتح قوس صغير، حكيت على الموقع ثم برشا من الجمعيات يراسلونا على المباريات، موجودين المباريات على الموقع نتاعنا، كل لقاءات أكثر من 25 لقاء تقريبا بثتهم قناة اسمة كلهم موجودين على الموقع نتاعكم www.nismasport.com. كاليتي ممتازة برشا، يعني تنجموا حتى يساعدكم حتى في الخدمة الفيزيوناج دي ماتش، شوف الأختام تاع الملاعبية نتاعك، يسوفي تدخل الموقع. فرصة والهدف الثاني، الهدف هدف التعادل ممتاز، لاعب الشابة أو لاعب نادي رياضي القيرواني فعلا اسكندر اللومي رقم أربعة. كنت نحكي على الموقع يا أخي باغتني اسكندر اللومي بهدف التعادل، تصويبة لكنها بعيدة. إذا 2-2 فسخ وعاود من جديد، التعادل الآن. حمدون عنده كرة دحلاب، كاد يخطئ دحلاب لكنه في اخر اللحظات يلقى سيف الدين الغربي. اذا فين فين اذا ممكن الزملاء على مستوى يعني النتيجه اللي موجوده على الشاشه، هدفين مقابل هدفين بين نادي رياضي القيرواني والنادي رياضي الشابي. اذا مخالفه لأبناء القيروان، كرة سيف الدين الغربي على التصويب، كاد يسجل، كاد يسجل رقم 2 خذا مكانه سيف الدين الجيزاني، قوية الكرة، فرصة اسكندر اللومي كاد يعدل النتيجة، مازالت كرة للقيروان والمخالفة يعطيها الحكم لهادي الأسود. مخالفة خطيرة، إذا نادي رادي القيرواني يدخل بقوة في الفترة الثانية، ناهيك أنه تمكن من تعديل النتيجة في دقيقتين لعب عن طريق اسكندر اللومي رقم أربعة. إذا حمدون رقم تسعة أو حمدي القذامي في تنفيذ المخالفة، جدار بشري متكون من لاعبين، كيف ستكون ردة فعل القيروان؟ هذه كرة سيف الدين مرة أخرى يسوي لكن كورته عالية، هذا مال حمزاوي رقم 17
قلت المدرب ولاعب في نفس الوقت ما مشاتش الامور، هل مش ينحي جبه المدرب يدخل وكانه سمع الكونسيني نتاعي ماهر الحمزاوي فعلا ياخذ القميص نتاعو رقم 17 ثم يهبط يكور مع زملائه يمد يد المساعده. اذا مخالفه خطيره للنادي الذي الشابي تقريبا مقابل الكاج نتاع سيف الدين او رقم 16 الطيب دعدوش الحارس على التنفيذ من رقم 6 شرف الدين الشريف، ايضا حمود بن عايبه من سيكون المنفذ. شرف الدين تضرب الدفاع فرصه ثانيه مره اخرى على استبسال من ابناء القيروان، هذه كره حمدي القذامي من الحمزاوي عكس هجمه فرصه بعيده على محمد الهجمي لا يلام محمد صراحه بعيده عليه الكره هذه، حبوا يسرعوا اللعب ابناء القيروان لكن كره مشات تماس هذا محمد الهجمي تمشي كره بن سالم ممتازه يصوب بالاكسيري دو بي بعيده المره هذه كره يونس بن سالم. بلغنا الدقيقة السادسة، هذه كرة تصويب في الشباك الجانبية كانت فرصة لإضافة الثالث. إذا هدفين مقابل هدفين في 6 دقائق لعب. هذه كرة لماهر الحمزاوي يقلب للرواق الأيسر يخليها تخرج تماس سيف الدين الجيزاني، كرة محمد اللجمي حاب يعمل مراوغة لكن التغطية موجودة من رياض بن أحمد. حمدون يلعب مع ميال الحمزاوي القذامي من جديد، هذه كرة عبد الباسط العيساوي يربح التماس حمدي القذامي كنترول خايب برشا تمشي رياض بن أحمد، رياض فرصة والتدخل ممتاز من الحارس كان ممكن انه يصوب رياض بن احمد اصابه الحارس الطيب دعدوشه في الكره هذه يمشي يطمن عليه لاعب نادي رياض الشابي روح رياضيه كبيره برشا من زوج فرق. هذه هي المعاني اللي نحبوا نرسيوها في كره القدم المصغره، ما نحبوهاش تكون استثناء نحبوها تكون قاعده لانه الاستثناء يلغي القاعده هذاك في الفصول القانونيه بالطبيعه، احنا نحبوها تكون يعني خبزنا اليومي في كره القدم المصغره الروح الرياضيه. تمشي كره عبد الباسط العيساوي هذه كره محمد اللجمي يعمل مراوغه تضرب في الدفاع ركنيه فتح الزاويه محمد اللجمي صوب باب اليسار لكن استبسال من صوفيا الاسود. إذا على التماس حمدي القذامي، حمدي عنده كرة حلوة التالونات من الحمزاوي زوز لاعبين عليه تمشي كرة ركنية المرة هذه يلعب كرة من الحمزاوي الترويض من حمود القذامي الدفاع مرة أولى عكس هجمة ممتاز العملية من رياض بن أحمد لكن العيساوي بامتياز في الكوفرتور يرجع كرة لحارسه. عبد الباسط العيساوي محمد اللجمي حافظ على الكرة وجري يضيع كرة الثالث بغرابة الكرة هذه تضيع تمريرة ولا أروع من محمد اللجمي فرصة وعالية كرة اسكندر اللومي هو اللي يضع الفرصة ها قام تسديدة ثانية صراحة كانت فرصة الثالث ما فيهاش حتى كلام لأنه كان وجه لوجه مع الحارس حسن بن فاطمة اللي عنده الكرة الآن يطلب من زملائه التقدم. حسن بن فاطمة يلعب كرة مع الرواق الأيمن على التدخل من العيساوي لكنها تمشي تماس. شرف الدين الشريف يطلب في المساندة والحكم يقول ما ثمش خطأ. الريتم تاع شوية تاع المباراة لكن حسب اعتقادي الشخصي نتصور مازال ثم اهداف في المباراة. هذه كرة مراوغة من الحمزاوي مراوغة ثانية ممتاز الحمزاوي يرجع له الحكم للمخالفة لأنه اعطاه مبدأ أفضلية اللعب راوغ له الثاني ثم سارت عليه العرقلة يرجع ويعطيه المخالفة بابتسامة كبيرة من الحمزاوي يطالب بالأمتار القانونية الخمس أمتار. كرة
التدخل الدفاعي، فرصة حمدي القدامي اللجمي، مراوغة أولى، إيش يقول الحكم؟ ما ثماش خطأ. حب يعمل مراوغة ثانية، رقم 11 اللي عنده فنيات كبيرة ياسر محمد اللجمي، لكن الدفاع موجود. هذا ماهر الحمزاوي، سيف الدين الغانمي أو سيف الدين الغربي عفوا. هذه كرة ممتازة المراوغة من حمودة بالعايبة، والسافر أسبق يعطي خطأ لعبد الباسط العيساوي. التماس لعب حمدي القذامي، كنترول بالزر يدور بكورتو، ممتازة العملية، اللجمي يربح تماس. تماس بحذا خط وسط الميدان يخليها سفيان الأسود. ماهر الحمزاوي حلوة المراوغة، يلم كرة على المراوغة الثانية لا تمر، مازالت كرة عند عبد الباسط العيساوي، الكرة تدور مليح، ماهر الحمزاوي والثالث، الهدف الثالث، الإنذار سيف الدين الغربي، الدوبلين الغربي فعلا. إذن الهدف الثالث، أبناء القيروان يقلبون الطاولة على نادي هذه الشابي سيف الدين الغربي. قلت كرة تدور مليح، بدات من الوسط مشيت لليسار، ثم على الرواق الأيمن باليسار، حط كرة في سقف المرمى. شوفوا المعنويات بدات تتأثر من أبناء الشابة وأبناء الماهر الحمزاوي بمردود مغاير، وكأنه خلينا الفريق في الشوط الأول خليناه في البستير وجبنا فريق آخر. تحسنت الأمور، شفنا الفرص، التصويبات، كرة تدور مليح، ما ثماش إطناب في المحافظة على الكرة، والتعادل في مناسبة أولى، ثم الثالث في مناسبة ثانية لأبناء النادي الرياضي القيرواني 3-2، في حين النادي الرياضي الشابي مردود محترم برشا في الفترة الأولى، ينجم يبني عليه المدرب جور شعبان، ولو أنه جاته فرصة الثالث، الكرة ضربت على العارضة، ثم في الفترة الثانية تتغير المعطيات، كرة النادي الرياضي الشابي يتدخل من العيساوي، توصل كرة لسفيان الأسود، سفيان تهرب عليه الكرة وتمشي تماس. حمدي القذامي أمامنا على رقم 9 باش ينفذ التماس، يخليها لياسين دحلاب، يلعب كرة، التدخل الدفاعي من سفيان الأسود، تمشي تماس لكن من جهة المعاكسة المرة هذه. عبد الباسط العيساوي رقم 14 أمامنا على الصورة، يلعب تماس طويلة، التدخل حسن بن فاطمة، عكس هجمة سريعة حلوة ممتازة، فرصة وجر يوزع، ولمس باليد فعلا موجود، اللمس باليد كانت في طريقها إلى الشباك. شوفوا شنو لون الورقة، صفراء أو حمراء، كان تبعوا الورقة صفراء فعلا للحارس الطيب دعدوشة، الورقة الصفراء. هي كانت كرة مخدومة مليح تمر على الرواق الأيسر، وجه لوجه يخرج خارج مناطقه، يلمس كرة باليد، الحكم يعطي انذار. إذا مخالفة خطيرة للنادي الرياضي الشابي، تقريبا 5 أو 6 أمتار، صحيح ماهيش مقابلة كاش، لكن ينجم يمهد لزميله وتعطي أكلة. ثم شرف الدين الشريف، حمودة بالعايبة، يمشي معاهم زاد أيضا رقم 11 على التمهيد، فرصة فوق المرمى، فوق المرمى الكرة هذه، علي غرسلة. تمشي كرة تضرب في الدفاع، وتمشي لشرف الدين الشريف، كرة ماهر الحمزاوي حافظ على الكرة، يربح التماس بكل ذكاء ماهر الحمزاوي، يلعب التماس، كرة كاد يسجل الرابع محمد اللجمي، عالطاير باليسار بكل قوة، كاد يضيف الرابع، اللجمي يصوب باليمين وبالشمال، حاضر وموجود هذا اللاعب. إذا كرة تلعب بسرعة، سفيان الأسود يصوب كرة، والهدف، الهدف أم لا؟ هل تجاوزت الخط أم لا؟ ضربت في الدفاع ثم على القائم، لكن
من هنا ما نجمش نحكم، الصوره ليست يعني مقابله بطبيعه باش نجم نعطي الحكم النهائي. هذه فرصه سفيان الاسود، هل تجاوزت الخط النهائي للمرمى ام لا؟ الكره هذه ما نجم يجاوب عليها لوسول، نجم يجاوب عليها هو الهدي الاسود الحكم الاول. كانت فرصه خطيره، التصويب بكل قوه من سفيان الاسود، تضرب في بطن مدافع نادي القرواني ثم تضرب على القائم، تعديت قدام الليني، هل تجاوزت ام لا؟ ما نجمش يكون قطعي، ما نجمش نظلم لا الشاب ولا القيروان بالنسبه للعمليه الاخيره. اذا التماس تلعب طويله ويسقط حمدي القذاني، شو يقول الحكم؟ او اسكندر اللومي، هل اعطى مخالفه ام لا؟ ننتظروا. فعلا الهدي الاسود يعطي المخالفه. اذا حوالي 16 دقيقة في الفترة الثانية، التقدم للنادي الرياضي القرواني على النادي الرياضي الشابي ب3-2. محمد اللجمي على الكرة، ايضا يتلف الكرة سيف الدين الغربي رقم 7. فرصة مواتية لإضافة الرابع، اللجمي ممتاز، بن فاطمة. بن فاطمة كان مميز في الكرة هذه، تألق وتصدى، غضب كبير من ابناء الشابة كانوا يطالبوا بركله مرمى، لكن الحكم اللي عنده الكلمه الاولى والاخرى بالطبيعه يقول لمست في احد المدافعين بالتالي ركنيه. على الركنيه يمشي لها سيف الدين الغربي رقم 7 على يمين الحارس العملاق والمتالق في الكره الاخرى حسن بن فاطمه، فسخ هدف رابع يخلي الفريق نتاعو في اللعبه للامانه. باراد كانت حلوه ياسر. نهاية مباراة ستكون مشوقة لأبعد الحدود، بما أنه سكور سيري بين زوز فرق تسابق وتلاحق في مباراة الجولة 13 للمجموعة الثالثة. تلعب الركنية، الدفاع موجود، فرصة والتدخل، عبد الباسطر العيساوي مع زوز لاعبين والحكم يعطيه مخالفة لصالحه. المجموعة هذه الثالثة دائما الريادة للأمل الرياضي بالساحلين 23 نقطة، ومعه اف سي المسعدين ب 23 نقطة، في حين المرتبة الثالثة للأهلي الساحلي 19 نقطة، الوردانيين الرابعة 18 نقطة، النادي القرواني 17 نقطة، النجم الأحمر بسوسة 13 نقطة، النجم الرياضي الخنيسي 7 11 نقطة، الثامن النادي الرياضي الشابي 6 نقاط، والمركز الأخير فرصة التدخل ممتاز بالرأس من الدفاع روسبينا المنسير بأربع نقاط في المركز الأخير. تلعب الكرة، الدفاع موجود، تصويبة ثانية، كرة لياسين دحلاب دون عنوان تمشي تماس للنادي الرياضي الشابي، حلوة كرة شرف الدين شريف، لكن الحكم يقول الكرة خرجت تماس ضده. التماس تلعب بسرعة، سيف الدين الغربي يتدخل من الدفاع مرة أخرى، تمشي تماس من نفس الجهة ومن نفس المكان تقريبا. عبد الباسط العيساوي يلعب كرة، التماس شي يقول الحكام للشابة والقيروان، لا يقول النادي الرياضي القيرواني. محمد اللجمي يلعب كرة، فعلا تعاد صراحة على مستوى التماس قبيلة، تماس أعيدت للشابة المرة هذه القيروان، يعني التنفيذ سيء للتماس وبرافو للحكام متفطنين. كما قلت يزن الكرة وراء الرقبة تعدى، هذه كرة عبد الباسط العيساوي، التدخل الدفاعي مرة أولى مرة ثانية، مازالت كرة عند النادي الرياضي الشابي، التمريرة السيئة، سيف الدين الغربي ما خرجتش كرة، يعمل مراوغة، يفتح الزاوية، التمهيد سيء، حب باسون غوتخي لكن ولا لاعب في المتابعة، حلوة المراوغة حمودة بالعايبة، وفعلا المخالفة موجودة، والإنذار ضد محمد اللجمي، عمل باسمون جون ممتازة، حمودة بالعايبة يربح مخالفة. بدينا نقربوا من الموني تايم، الخمسة دقائق الأخيرة، الخمسة دقائق الذهبية الحاسمة لمعرفة النتيجة النهائية. كيما كرة السلة، كرة السلة دقيقتين ونص تقريبا أخرانين
في الكارتون الرابع موني تايم لكرة القدم المصغرة الخمس دقائق الأخرى هي الموني تايم فرصة تضرب في الدفاع كرة قوية من علي الدين بحجر يربح تماس إذا التماس من تنفيذ سفيان الأسود يقول له من مكان هالحكم تلعب التماس على التمهيد حب يعمل مقاسية فرصة هدف أو لا والهدف فعلا أنا موجود أنا حاضر للتعديل يقول ممتاز الهدف في القائم الثاني يعادل النتيجة المسجل رقم 11 علاء الدين غرسلة فعلا في دقيقة 20 قلت راهو المباراة ما انتهتش راهو باش تدخلوا الموني تايم وعلي غرسلة يغرس كورة في الشباك ممتازة في القائم الثاني عرف وين يحط كورة ولو انه كل اللوم على الدفاع رياض بن احمد موجود مير الحمزاوي قلت علي غرسلة في القائم الثاني دون رقابة يحط كورة بالراس فرصة سفيان الاسود كورته قوية باللسان لكن فوق المرمى اذا التعادل يفرض نفسه من جديد 3-3 في المباراة قلت تسابق وتلاحق كبير بين زوج فرق هذه كرة اسكندر اللومي سيف الدين الغربي والتدخل ولا اروع مخالفة يعتبروها قاسية ابناء الشابة يقول تدخلت على الكرة لكن وسيم قعلول يعطي مخالفة سيف الدين الغربي رقم 7 إذا الأمتار القانونية وهي 5 أمتار في كرة القدم المصغرة يمتثلوا الملعبية لقرارات الحكم يوخروا الأمتار القانونية سيف الدين الغربي سيف الدين التمهيد فرصة والدفاع موجود الدفاع يستبسل تقريبا بكتفه بعد كرة الحمزاوي مرة أولى مرة ثانية كاد يسجل الحمزاوي كرة على الطائر تقريبا بضعة سنتيمترات على القائم الأيمن محظوظ ذاني حسن بن فاطمة كانت فرصة الرابع النادي الرياضي الشابي صراحة بهذا المستوى نلقاه في المرتبة قبل الأخيرة نقاط استفهام نقاط استفهام عدة كيفاش عنده 6 نقاط الفريق هذايا صراحة نقاط استفهام كبيرة على كل مخالفة أيضا للنادي الرياضي القيرواني نفس مكان المخالفة اللي تنفذت منذ دقيقة واللي كاد على إثرها ماهر الحمزاوي يضيف الرابع والإنذار سيف الدين الغربي يتحصل على الإنذار رقم 7 يحكي لهنا وسيم قعلول مع سيف الدين الغربي رقم 7 يا وسيم فعلا يعاود يثبت وسيم يشوف هل أعطاها الرقم 7 ولا فعلا على رقم 7 سيف الدين الغربي اللي باش يتولى تنفيذ المخالفة قبل دقيقتين بالضبط أمام جماهير محترمة العادة تشوفوا واقفين ورايكاج يستناو في نتيجة نهائية سيف الدين مرة أخرى مرتين يصوب سيف الدين لكن الدفاع يستبسل تماس ضده يلعب رياض بن أحمد طويلة يخليها تخرج تماس رقم 2 سيف الدين الجيزاني اللي خذا مكانه حمودة القذامي ممتازة الكرة أول لاعب في المتابعة يشتت كرة كما جات دقيقة ونص يفصلون عن نهاية المباراة النتيجة لا تخدم النادي الرياضي القيرواني وما تخدمش أيضا الشابة هذا حمدون أو اسكندر اللومي يضرب كورته تمهيد وسري وزا فرصة وضربة جزاء ولا ضربة جزاء ننتظروا هل هي داخل الخط داخل بتبيع الشيفاس أو لا مراوغة كانت حلوة ياسر من رقم 7 راوغ الحارس العرقلة موجودة واضحة العرقلة لكن داخل منطقة الجزاء أم لا الكلمة الأخيرة لوسيم قعلول على ما يبدو أعطاها ضربة جزاء في الدقيقة الأخرى الدقيقة 24 والورقة الحمراء فعلا لأنه حسن بن فاطمة عنده إنذار إذا صفرت أحمرت على رأي زميل الموجي نصري وفعلا البطاقة الحمراء في وجه حسن بن فاطمة اللي أرفعوا لها القبعة من مكان التعليق للأمانة حسن عمل مباراة محترمة برشا لكن يقصي الحكم راوغه سيف الدين الغربي العرقلة كانت موجودة لأنه كيراوه فتح الزاوية كانت فرصة للتسجيل والحكم يعطي ضربة جزاء في الدقيقة الأخرى إذن
ماهر الحمزاوي الكوتش واللاعب في نفس الوقت مدرب ولاعب. ننتظر تنفيذ ضربة، تشوفوا التشجيع نتاع البنات الاولاد وركاج الصغار زاد يشجعوا يتفاعلوا مع ضربة الجزاء هذه. هل ياتي الفرج على يدين الحمزاوي ام لا؟ مباراة صعيبة برشا للقروان، انا متصور ومتاكد ما كانوش ينتظروا انه الشابة تقدم هالمردود المحترم وهالمباراة البطولية. كانوا خاسرين 2 بلاش، رجعوا في مناسبة أولى، خذوا الأسبقية 3-2، تعادل الشابة 3-3، وفي الدقيقة الأخيرة من الفترة الثانية ضربة جزاء للحمزاوي. قلت ما نجمش يكون قطعي، هل هي داخل منطقة الجزاء أم لا؟ أكيد الحكام كانوا أقرب، خاصة الحكم وسيم قالول، فعلا الحكم الثاني هو اللي أعلنها. باش يدخل ملاعبي مكان الحارس، خذيه رقم واحد، خذيه مكان رقم واحد، لكن نتصور حكم بالستيلو زادوا رقم، لأنه ما نجموش حارس رقم واحد خذا حمراء يقعد نفس القميص لاعب آخر، هذا في القانون، هذاك علاش ريني يكتب بالستيلو أكيد خذا رقم آخر. إذا ماهر الحمزاوي يستعد للتنفيذ، على ما يبدو اللي باش يتصدى هو سفيان الأسود. ماهر الحمزاوي يعطي الحكم شارة التنفيذ أو لا؟ سيف الدين الغربي، سيف الدين، برافو للحارس، ممتاز الحارس يتصدى بكل براعة صراحة. فرصة وضربة جزاء في الدقيقة الأخرى، هذه صراحة خليني أقول على مسؤوليتي لقطة الموسم. يخرج الحارس المرمى حسن بن فاطمة، حارس مرمى ثاني ماهوش موجود على ورقة المباراة، ملاعبي ياخو القميص تاع حارس المرمى ثم يتصدى ببراعة ضربة جزاء. برافو لسفيان الأسود، لكن توا زيد نثبت بعد من هو مسدد أو اللي تصدى ركلة الجزاء هذه، على ما يبدو أصيب على إثر العملية هذه. مباراة صراحة مشوقة لأبعد الحدود، كانت فرصة للنادي هذه القيرواني. سيف الدين الغربي اللي سجل دوبلي أضاع على نفسه فرصة الهاتريك. إذا إعادة كرة اللعب وبمردود بطولي أبناء المدرب جوهر شعبان، ترجع الكرة للعب، هذه فرصة يسدد والهدف الرابع، الهدف الرابع يونس بن سالم. ملا مباراة وملا مين يفوت وملا كرة، يتسدى ضربة جزاء ثم يقلب الطاولة على أبناء القيروان. يونس بن سالم 4-3، دوبلي ليونس بن سالم. صراحة نتصورش ولا مشاهد توا يتابع في المباراة كان ينتظر في السيناريو المهبول هذا نتاع الميني فوت، يعني تقريبا الوقت انتهى بثلاثة دقائق أضافهم الحكم. إذا تمشي كورة سيف الدين الغربي، المعنويات تأثرت من أبناء القيروان. هذه كورة ماهر الحمزاوي، مراوغة أولى مراوغة ثانية، ويعطي الحكم مخالفة. لا نهاية المباراة، شوفوا فرحة هستيرية لأبناء الشابة، صراحة قدموا مباراة محترمة، مردود بطولي، رغم أنه أقصي زميلهم حسن بن فاطمة، كل ملاعبي إلى دوبلي سيزي فور، هاكم ريتو يعني سفيان الأسود سد ركلة جزاء ثم يونس بن سالم سجل الرابع في الدقيقة 27. إذا ألف مبروك للشابة وحظ أوفر للنادي الرياضي القيرواني. أجمل تحيات مكرم الباجي، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، والكلمة لأحمد الفريقي. شكرا للزميل مكرم. إذا بالفعل انتهاء المباراة 4-3، مباراة كبيرة وحماسية لآخر دقائق المباراة، 4-3، ألف مبروك للنادي الرياضي الشابي وحظ أوفر للنادي الرياضي القيرواني. هكا نكون وصلنا لختام هذه التغطية، بقية متابعة طيبة لبرامج قناة نسمة، وأجمل تحيات أحمد الفريقي.